ازرق بس خلاص وحياة امك يا لهوي يا امار حقك عليا بجد بقى خلاص مش وربنا ما هعمل كده تاني. ارميها بص حافظ العهد بقولك ارميها لو 500 لو جاب 500 500 ارميها طب انا اعلي عليك 1000 ارميها ارميها 1000 كومنت ارميها وارميني وانا هترمي المشكله لا بعد ما ارميها صدقوني انا ههرب ورب الكل ههرب انا مش عايز اتحبس ارميها ديك قوم ايه ده ايه كميه ارميها دي لا ما مش ظاهره في العداد لما تظهر بقى انا مالي بص الاكثر ارسالا ايه ماليش فيه مين ده نلغيها ازاي دي مين ابدل هتكتبيها انت كمان ارميها ايه ارميها احيي ده داخلين في ال 500 لا ما حصلش ما جبناش 500 داخلين عدوا ال 500 1000 ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ايه ده ايه ده ايه ده دول عدوا ايه ده ارميها ايه ده اللي ارميها ليه هتحزننا تحبس ليه يا جدعان ما هتتحبس ليه ارميكي ليه انا ما قلتلكش ارميني انت هترميني بجد لا ايه يا جدعان ده يا جدعان في كاميرات وفي امن وفي ليه هيعملوا لك ايه وهيجي لك برد والله هيجي لك برد ما انت ما عندكش لبس ايوه انت بقى ترميني لا ما عندكش لبس والله لا ما عنديش لبس بيتي فوق اه صح بس هتطلع كده ما هيجي لك برد انا حاسس اللي لا يا جدعان ايه يعني تضحك على الناس تقول لهم هاتوا 500 كومنت ده كده 60000 كومنت بس يا جدعان ما تخلونيش اتجنن يا جدعان يا جدعان سيبكم من الشخصيه اللي انتوا بتشوفوها في اللايف وفي الفيديوهات انا اصلا جاي معاك بيصعب عليا البنات والناس بجد جاي معاك طب ارميها في الكبير ولا في الصغير لا في الكبير عشان بتعورش لو انا بقول له ارميني جميله قوي ارميها في الكبير ولا في الصغير ولا في انت هتعرفي تعومي طب الجو ساقع بجد مالكش دعوه يا جدعان والله بجد الجو ساقع مراحب راحتك بقى عيوني تعالى تعالى يا يعني سلام استني نشوف حد يصور ويرمي امك روبي مشيت اصل انت كده انا هرميكي حاضر ارميها 30000 واحد بيقول لك ارميها يا نهار اسود عدينا خلاص انا هرميها يا سلام فتوق طب استنى شيروا اللايف شيروا اللايف ثانيه بص يا جدعان والله بجد بتكلم يعني هتتسوح انا شايف اللي هي تسويحه ما بلاش بلاش العبط اللي احنا فيه ده ما بلاش اللي هو انا اللي هترمي ولا ايه فكك مش الشغل ده انت بتسحبيني على فين فكك فكك ها معلش بقول لك ايه هين بجد ما بلاش لا انا خايف عليك تعالى لا مش هقولك في ودنك تعالى اقولك حاجه لا ما ترميني هقولك حاجه لا فكك من الشغل ده والله ما هترمي انت عبيطه انا مش عايز ارميك يا بنت ما تبقيش صفرة انا صفرة يعني انا مش عايز ارميك انا صفرة موت فكك مش اخدك وننزل لا مش اخدك وننزل لا مش ربنا ما كنت اقصد حركه لا اراديه اداني مش شلوت يا جماعه والله حركه لا اراديه حركه لا اراديه طب مش حركه لا اراديه طب تعالى بس كده فكك من العبط ده تعالى اقول لك حاجه لا اقول لك حاجه ولا لا هات الفلاش طيب خايف نرميه طلع عبط يا جماعه خلاص يا ابني يا لهوي عدينا 4 5000 كومنت ارميها ارميني ارميك ايه خلاص هيرميني عشان انا بحب اكون وفيه تعالى ارميني في البول الكبير ايه ده تقفش حرامي تعال حاضر جيت سلام عليكم اخواتنا انا خايفه فكك ارميني في البول الكبير بقى عشان الصغير ما هيعورني على دماغي طب انا ينفع اطلع البس مايو وانزل ارميني فيه ما انا بقول بلاش ده كبير ها ده كبير ده كبير على 91 انا بعرف اعوم انا عشوز لا عشوز ده تشالنج تحدي طب تيجي نطلب منهم حاجه لو عملوها ترميني فعلا كده انا موافق نطلب منهم ايه بقى مش عارف قول للراجل ده بقى كده قول له لو رميتك لا ده أنا. اسد لو رموا اسد ارميني وربنا ماشي مين ما اعرفش مين الو انا مالي اصلا مين ولا انا مالي الو هو انا صح ليه كل ما عاد اتكلم عارفه اقول لك مين وانت تقول لي ليه مش عارف وبقول لك اسامي وانت الناس ما تعرفيهاش اصلا يا ستي مراتي
اللي بتتصل؟ اه مراتي. مراتك اللي بتتصل؟ انت رد عليها. اه يا مراتي. اه الو ايه مين؟ ايه خلاص بقى ارموا اسد. هو مين؟ اديني الكتير طبعا عشان ده مسامة. ما انا هبل مش ببلاش. مش ببلاش. اسد اسد اسد. اسد. اه والله بس انا صعبان عليا يا جدعان. انتوا شايفين البسين كبير والجو تلج والله العظيم بجد. وبعدين تعالى اسالك. تعالي تعالي. هو انا كل ما حد يتصل تقول لي انت مين؟ مين انت؟ مالك؟ انا مش عارف. انا بسال عادي وانت بترد. فوق من شغل التطفل ده. خلاص ما تزعليش كده. انت زي اختي. طب ماشي. وانا قلت لك حاجه. اختي الكبيره. انت اللي كبيره. انت اكبر مني. يلا يا عجوزه. انا عجوزه عن 26 سنه. ايدك 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 يا بت. 26 سنه. ايدك يا بت. يا اما تمسكينيش كده. انا راجل في بيتي. ما ينفعش تشدي هدومي كده. انت هنا بقى في بيتي. وانا في شارع الحكومه. انا في شارع الحكومه. يلا بقى. انت كام سنه؟ انا انا 23. هيصدقوا هيصدقوا. طب ماشي الناس عارفه انا كام سنه يا جدعان. بس يعني انت مواليد 2000 بقى زي ما صاحبك قال. انا مواليد اصلا. لا 2002. انت عبيط. ايه القرف ده؟ شفت انا طفل ازاي؟ انا عيل. شفت بقى؟ يبقى مش كل شويه حد يكلم تصل تبص في التليفون. ما ينفع. ايه العلاقه بالسن؟ انت مواليد كام؟ خلاص انا عندي 27 سنه. 7 ولا 8؟ 8. 8. حقك عليا. انا 6 يعني. انت اكبر مني بسنتين. لا انا 7. انا 5. انا ما تخلص بقى. شفتوا بقى يا جدعان؟ تعالى اقول لك حاجه. عرفتوا اللي هي بتحبني؟ عايز يا بنت الغداره. عايزه عايزه ترميني في الميه يعني؟ انا مش عايز ارميكي كل ده وصعبان عليا. وكنت يا بنت بطلي الغدر اللي فيك ده. يا صفرا يا صفرا يا اخضر يا صفرا يا اخضر. بس يا اخضر. لما ارميكي بقى ما تزعليش. لا مش زعلانه. طب ايه؟ طيب هو انا هنقعد نجري من بقى في ايه؟ يا جماعه تداري في الشلوت. انا مش عارف انا عملتها ازاي. تداري في الشلوت. يا جدعان كانت جايه تمسكني. اقسم بالله رحت اديتها بالشلوت كده. اقسم بالله ما اعرفش اعمل ايه. بطني قعدت كده. قلت لها في بطنها. انا فجاه تخيلت واحد بيشدني فرحت ردت رد فعلي خدش ابن البيت. والله يا عسل. بص ارميها لسه شغاله. يا ارموا اسد. ورب الكون اسد لارمي. ورحمه ابويا لو حتى لو الاسد الصغير اقسم بالله لارميها بجد بقى. ماشي. عشان هي بنت حلال. خلاص يا اسد صغير يا كبير. يا اما بيبي ليون يا اما اسد كبير. عشان هي بنت حلال وتستاهل وصفرة. شغل لي اغنيه. اشغل لك اغنيه ازاي؟ موبايلك في ايدي. عارف التشالنج ده ان هو كده؟ اشغل لك اغنيه. ماشي اشغل لك الساعه. استنى تعالى اعمله كده. عارف. بص ان هو بيبقى كده. والله حيوان بجد. حيوان كنت هرميها بجد. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ما كنتش اقصد. تعالى نروح هناك. ليه؟ نروح هناك. هناك اقرب. ايه في ايه؟ هنا. ماشي. ايه ده؟ هنا احلى كده. بص استنى باين. اوعى كده. تعالى اظبط معايا. ايوه حلو كده. فكك من العبط ده. والله انا هاجي جنبك. يا بنت اللذينة. بطلي على غدر ده. انت غدارة قوي يا هدير. اقسم بالله انت والله العظيم انت على الطبيعة غدارة جدا. اقسم بالله. والله بجد. شارلي تشارلي. رأيكوا في ايه يا اختي؟ شارلي تشارلي. ايه ده؟ الله. وريني وريني. ودي يا صالح. ودي 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 ودي. ايه الجمدان ده يا جماعه؟ ايه الجمدان ده بجد؟ الله حلو قوي. بقول لك واحده إيه؟ كمان واحده كمان. استنى. ايوه صالح عثمان. صوره صوره يا جدعان. السيلفي ده حبيبي يا سلوحه. هنعمل التريد اللي هو ايه؟ طب معلش. بالظبط. صوره صوره يا جدعان. التريند ده مين؟ روبي يا ستي. ايه البيت ده؟ بصي هو اللي هو
استنوا يا جدعان عشان في حد بيتصل، لما يبطل رن هنعمل. صوروا يا جدعان. بصي الترند كالاتي، الترند كالاتي، بصي هو كده، انا هنشوف طول بعض اللي هو ليلي. انا اتولد يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي من الغرام اللي طال حبيب سنيني. بصوا يا جدعان انا زي اختي وكل حاجه. يلا 3 2 ليلي يا ماليش فيه. يا نهار ابيض ايه ده؟ خد تعالى جالك برد، انت غرقانه فكك، انت اهدي اهدي. انا مالي، الناس قالت وانت كنت هتغدري من الاول. صلاحي عمل لك اشتراك، عد الدنيا يا صلاح وربنا ما هاجي. تعالى بس خد. ها هقول لك حاجه. ها ده رماني. بس 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 هتطلع هتطلع. انت بجد رميتني؟ طب ما انت اللي انا قلت لك. لا قلت لي لو جه اسد، بس ما جاش اسد. بس في هو جه اسد. طب اعمل ايه؟ شو غرقت وانا غرقت؟ انت كلك غرقت. عايز اقول لك انت كل يا نهار اسود. اروح ازاي كده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود ومنيل. انتوا جن يا جدعان. انا وثقت فيك. انا مش عايز اجيبك لاني غرقانه غرقانه يعني غرقانه غرقانه يعني. آه. مبسوطين كده؟ آه. طب اديكي تيشيرت وتاخدي تيشيرت. مش هينفع. طب ايه حقك عليا؟ حقي عليك؟ والله العظيم حقي علي. والله ما في ما مقصودش. وانا وثقت فيك. مش عارف انا عملت كده ازاي. مش عارف مش عارف انا عملت كده ازاي بجد. الشوز غرقت. شوز ايه؟ خرب بيت امك، انت كلك غرقان. شوز ايه؟ دغور الشوز. ايه ده؟ يعني انا اسف يا جدع. انا اسف ليكي. انا اسف. انا ما اعرفش عملت. اجيب لك طب من العربيه بشكي؟ ما فيش بشكي. اجيب لك ايه؟ طيب اجيب لك ايه يعني؟ يا ربي رماني في الميه. رماني يا ابني. دي غرقانه. دي بتتبدي. بص بص امسك. تعال تعال اسك اسك. يعني حاك عليا. خلاص حاك عليا والله العظيم. انا ما اقصد. طب استنى. والله حقك عليا اقسم بالله. انا مش عايز اجيبك بس عشان. لا لا والله. يلا عشان نمشي بقى. يلا يلا. حقك عليا عهد الله. ماشي اتفضل. حقك عليا اقسم بالله. حقك عليا. انا اسف عم الناس عم. انا اسف انا اسف والله ما هعمل كده تاني. وربنا ما انا اسف. حقك عليا تاني. حقك عليا تاني. توكتك وقعت. توكتك انت ايه؟ انت جالك برد. خلاص انت متي. انت بتعمل كده ازاي يا بني ادم؟ ما اعرفش يا بني ادم. والله خلاص خلاص خلاص. احترميني احترميني الناس. احترميني. اديني قيمتي. اخوك الصغير وغاه. اديني قيمتي. اخوك الصغير وغاه. شامة يعني. يعني انت بتعمل فيها كده؟ ايه انت شفت انت عملت ايه؟ عملت ايه بقى؟ انت ضربتيني ضربه. اه يا بنت المجنون. بصي ماشيه. بصي يا جدعان ماشيه تنقط. انا هركب العربيه ازاي كده بقى ان شاء الله؟ خلاص اسف. هعمل كده ازاي؟ ما بقاش في ايمج خالص. ايمج ايه ده؟ ما بقاش في حاجه خالص. انت ماشيه تنقطي حرفيا. خد انت بتجري. بصوا هو انت بتجري ليه؟ بصوا هي جايه تنقط. عايز ايه؟ انا ازاي عملت كده؟ انت ازاي عملت كده؟ انت رميتني تاني. انت انا مش مصدقت تصورني. حقك عليا. ايه البرود ده؟ والله انا الناس هي اللي استفزتني. انت بدأتها معايا كده؟ والله ابدا. انت اللي في الاول كنت هترميني والناس عماله تقول ارميها وانا مش راضي وعماله اصور. بس
تاني بس خلاص بس والله يا بنت بزرق. لا انت مش هتنشف عليا هديكي بالرجل اقسم بالله وقعت ورحمه طب خدي بقى تاني بقى انا غلطان انا غلطان انا غلطان يلا يا بنت والله انا غلطان بجد تستاهلي انت انا غلطان والله بجد تستاهلي عايزه تغدري بيا اخرك تاخدي بالرجل تقعي اخرك تاخدي بالرجل تقعي عبيطة احترميني قلتلك احترميني صح طلعني. والله ما طلع طلعني والله ما طلع ده انت بصي تعال بص تعال طلع طلعني هطلعك اهو هاتي لا 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 ده غادر ده مش غادر لا ده غادر مش ده غادر طلعني بقول لك غادر اصل انت مش هتعرف بالشغل انت مجنون انت بتطلع لحد شفنا يا شكلي ايه اطلعي اطلعي يا بنت بطلي غادر طب خلاص اهو انا غلطانه بلعب معاك روحني يلا والله روح اقفل لايف اقفله اقفل يلا مجنونه اقفل اقفل طب قولي للناس ما احنا هنقفل بجد خلاص شكرا كده باي باي ليه طيب بجد يا مجنونه ايه هروح ازاي اطلع البيت انا كده ازاي